بسم الله الرحمن الرحيم. الإذاعة العربية الموجهة إلى أمريكا الجنوبية من القاهرة، وقد أعلنت إشارات بث الوقت 1:30 بعد منتصف ليل القاهرة. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. الموجتين القصيرتين 19 مترا و 22 متر، لدبدتين مقدارهما 15480 كيلو هرتز و 13085 كيلو هرتز. يصعد بصحبتكم من هندسه الهواء جميل ابراهيم عفيفي، وامام الميكروفون عادل. اي خير ما نستهل به ارسالنا القران الكريم. القارئ السيد ابراهيم الشعشاعي يتلو عن ما يتوفر له من سوره الفاتحه.